الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. نسألك يا مولانا من فضلك العظيم وفيضك العميم أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها، فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، واهد بنا إلى أحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. كما نسألك يا رب العالمين أن تنصر المسلمين، وأن تعلي شأن هذا الدين، وأن ترد عنا كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وعدوان المعتدين. اللهم انصرنا على القوم المفسدين، اللهم شتت شملهم، فرق يا مولانا بقوتك جمعهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأسنتهم إلى نحورهم، وانصرنا فأنت خير الناصرين، ارحمنا مولانا فإنك بنا أرحم الراحمين. كما نسألك يا رب العالمين أن تلحقنا بالسابقين إليك على الإيمان، اللهم اجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان، بلا سابقة عذاب ولا هوان. يا رحمن، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فبتوفيق الله وعونه ومنه وفضله وإمداده، نواصل الشرح والبيان في هذا المكان وفي هذا الوقت من الزمان، ومع شيخنا ابن هشام في كتابه المسمى بأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وعليه شرح شيخنا وشيخ شيوخ عصره إلى يومنا محمد محي الدين عبد الحميد، الذي طبق الآفاق بعلمه وتحقيقاته، خصوصا على أوضح المسائل. قد وصلنا إلى باب ما لا ينصرف. نعم، وانتهينا منه، ونصل إلى الباب الثالث السادس، وهو باب إيه؟
الأمثلة الخمسة ما شاء الله. طيب المسمى عموما بالأفعال الخمسة، وهذا ليس من كلام الشيخ ابن هشام، لأن ابن هشام يسميها بالأمثلة الخمسة، لأنه لو قال الأفعال ستكون محددة، يعني أفعال حددها النحاة، لكن لها قاعدة وعليها الأمثلة، والأمثلة على القاعدة تكون على خمسة أنواع، ولهذا سمى الباب بباب الأمثلة الخمسة. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين، آمين آمين. الباب السادس: الأمثلة الخمسة. في الهامش تعليق لشيخنا على قوله الأمثلة الخمسة. قالوا: قالوا الأسماء ستة لأنها ألفاظ معلومة، وهي الأب والأخ إلى آخره. يعني حينما قالوا الأسماء الستة يعني هي أسماء محددة، ستة أسماء تحفظ كما هي عليه، وينظر إليها في الإعراب بالحروف التي تكون مفرعة على الحركات التي هي الأصل في الإعراب، يعني ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، هذا إعراب فرعي. في أي تقول في هذه الأسماء الستة، لكن هنا يختلف الأمر. وقالوا الأمثلة الخمسة. نعم. لأنها ليست ألفاظ أفعال معلومة، وإنما يكنى بها عن كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة. إذن صارت القاعدة فيها ستة أمثلة من أي فعل من أي اتجاه، كل فعل من المضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذه حينما توزع على الأمثلة نرى الأمثلة فيها خمسة كما سيأتي إن شاء الله. وألف الاثنين يكون المضارع معها مبدوءا بتاء المضارعة للدلالة على الخطاب، نحو أنتما مكتبان، أو بياء المضارعة للدلالة على الغيب على الغيبة، نحو الزيدان يكتبان. يعني مع ألف الاثنين صورتان من الأفعال، يبدأ الفعل المضارع إما بالتاء وإما بالياء، ومع واو الجماعة كذلك يبدأ المضارع إما بالتاء للخطاب وإما بالياء للغائب، يبقى صورتان مع ألف الاثنين، صورتان مع واو الجماعة، وصورة واحدة مع ياء المخاطبة. وعلى هذا فالأمثلة على هذه القاعدة عددها صار كم؟ خمسة أمثلة. نعم. وواو الجماعة يكون المضارع معها كذلك مبدوءا بالتاء، نحو أنتم تكتبون،
أو بالياني نحو الزيدون يكتبون، أو بدل الزيدون تقول هم يكتبون. وعلماء اللغة قالوا إن الاسم الظاهر في محل الغائب، الاسم الظاهر في محل الغائب، لأنك لو عدت عليه بضمير وجدته ضمير الغائبين. أنت حينما تقول الزيدون يكتبون، الضمير في يكتبون وهو الجماعة، وهي في محل هم يكتبون. واضح؟ إذا الاسم الظاهر في محل الإيه؟ الغائب. نعم. أما ياء المؤنثة المخاطبة فلا يكون المضارع معها إلا مبدوءا بالتاء، لأنها ياء المؤنثة المخاطبة، طالما هي مخاطبة إذن يبدأ المضارع مع ياء المخاطبة بالتاء، لأن التاء هي التي تكون للخطاب. نقول يا فاطمة أنت تكتبين. ومن هنا كانت الأمثلة خمسة، لكنك لو تدبرت وجدت المضارع المسند إلى أحد الاثنين يتنوع إلى نوعين. الأول أن يكون الاثنان مذكرين نحو أنتما تكتبان يا زيدان، ونحو الزيدان يكتبان. والثاني أن يكون الاثنان مؤنثتين نحو أنتما يا هندان تكتبان، ونحو الهندان تكتبان. فالأمثلة ستة على التفصيل وخمسة على الإجمال الذي يجعل الاثنين نوعا واحدا. ولهذا عبر المؤلف في بعض مؤلفاته بالأمثلة الستة نظرا إلى التفصيل، وعبروا هنا بالأمثلة الخمسة نظرا للإجمال. نعم. وعلى كل حال القاعدة هي التي تجمع، والأمثلة توزع على هذه القاعدة. كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، وتحت الاثنين أو الاثنتين، أو واو الجماعة، هذه لا تكون إلا لجماعة الذكور، أو ياء المخاطبة، وهذه للمخاطبة المؤنثة. فالأمثلة خمسة على هذا الوضع من التقعيد. فالقاعدة كل مضارع اتصل به ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء الإيه؟ المخاطب. نعم. الأمثلة الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين نحو تفعلان ويفعلان، أو واو جمع نحو تفعلون ويفعلون، أو ياء مخاطبة نحو تفعلين. فإن رفعها بثبوت النون وجزمها ونصبها بحذفها نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا الكلام المعجز موجه للعرب، لأنه كبر في نفوسهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بكلام لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، وأخذوا يرتابون في هذا الكلام، أهو من عند محمد أم أن هناك من يعلم محمداً يحفظ هذا الكلام ليقوله للناس؟ ثم نزلت الآية لترد عليهم ردا قاطعا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم هنا تقلب الزمان في الفعل المضارع من الحال والاستقبال إلى إيه؟ إلى المضي. فإن لم تفعلوا يعني لم يسبق لكم أنكم فعلتم، ولن تفعلوا في المستقبل يعني انتفى الفعل الذي يكون مع القرآن بحيث يأتي بمثل القرآن، هذا منفي لأنه ليس في طوق البشر. من الذي يستطيع أن يقول كلاما يقترب من القرآن؟ هذا لا يكون. فالقرآن معجز، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. الجواب على حسب العادة فآمنوا، ويترتب على الإيمان أن الله تبارك وتعالى ينجيهم من عذاب النار ويدخلون جنة الأبرار، إلا أن الله أتى بالنتيجة مباشرة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. ولذلك يقال في مثل هذا الجواب إنه ليس بالجواب الأصلي، وإنما هو دليل الجواب، إنما هو إيه؟ دليل الجواب. لماذا؟ لأن دليل الجواب أقوى من الجواب، لأنه يعطيك الجواب وزيادة، يعطيك الجواب وهو الإيمان بالله بدليل أنه سينجو من عذاب النار، والزيادة في هذه النتيجة: من آمن بالله ورسوله وعاش على الإيمان فإنه في النهاية سينجو من عذاب النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإن لم تفعلوا، الفعل المضارع اتصل به واو الجماعة وجزم ونصب، ما علامة النصب والجزم؟ حذف. إذن عرفنا الإعراب، يرفع بماذا؟ بثبوت النون، وينصب ويجزم بإيه؟ حذف النون. إذن نقول الأمثلة الخمسة هي: كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة، يرفع بماذا؟ ثبوت النون، وينصب ويجزم بحذفها، وبذلك ينتهي هذا الباب. نعم يا سيدي. وأما إما أن يعقول فالواو لام الكلمة والنون ضمير النسوة، والفعل مبني مثل يتربصن ووزنه يفعلن، بخلاف قولك الرجال يعفون فالواو ضمير المذكرين والنون علامة رفع فتحذف نحو وأن تعفو أقرب للتقوى، ووزنه تفعو وأصله تعفو. فعل الماضي عفا على كم حرف؟ ثلاثة حرف، مضارعه يعفو. طيب، لو أنك وضعت واو الجماعة تقول الرجال يعفون وأصله يعفون بواوين، الواو الأولى هي لام الكلمة والواو الثانية هي واو إيه؟ الجماعة. لكن إذا التقت واو الكلمة مع واو الجماعة والواو الأولى عليها الضمة
والضمة ثقيلة على الواو، ولذلك تحذف الضمة لثقلها على الواو، فالتقى عندنا إيه؟ ساكنان. الواو التي هي لام الكلمة، والواو التي هي واو الجماعة. ماذا نصنع؟ لا بد من التخلص من أحد الساكنين. هل تحذف واو الجماعة؟ واو الجماعة فاعل، وهل الفاعل يحذف؟ لا. إذا نحذف ماذا؟ نحذف الواو التي هي حرف من حروف الكلمة، لأنك عند التخلص تتخلص من الحرف الضعيف. الواو الأولى لام الكلمة، إذن هي حرف واحد، لكن الواو الثانية ما حكمها؟ كلمة برأسها، لأنها ضمير إيه؟ ضمير الفاعل. إذن تحذف الواو الأولى لأنها حرف واحد، وعلى هذا حذفت لام الكلمة. إذن أنت حينما تقول الرجال يعفون على وزن إيه؟ يفعون، لأنك حذفت لام الكلمة. إذن يعفون على وزن إيه؟ يفعون، لأن ما زاد في الموزون يزيد في الميزان، وما حذف من الموزون يحذف في الإيه؟ في الميزان. أنت حذفت اللام، ثم جاءت ياء المضارعة، إذن يعفون يفعون، هذا إذا قلت الرجال. لكن أنت إذا تكلمت عن النساء، النساء تقول يعفون، لأن الفعل المضارع يعفو تتصل به نون النسوة ويسكن آخر الفعل. أنت لو قلت النساء يقمن، فعل مضارع مبني على إيه؟ على السكون لاتصاله بنون النسوة، ولذلك إلا أن يعفون هذه نون النسوة، فالفعل المضارع لم يحذف منه شيء، لأن نون النسوة التقت واتصلت بالفعل المضارع فسكن آخره، والواو ساكن. عفا يعفو يعفون، وعلى هذا أنت لم تحذف شيئا. فحينما تقول النساء يعفون، وزن يعفون إيه؟ يفعلن. وزن يعفون إيه؟ يفعلن، أنك ما حذفت شيئا. ويكون النساء يعفون الفعل مبني على السكون لاتصاله بنون إيه؟ ونون النسوة إيه؟ فاعل. لكن أنت حينما تقول الرجال يعفون تقول هذا فعل مضارع اتصل به واو الجماعة، إذن هو معرب وليس مبنيا، مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه ثبوت النون. واضح؟ طيب، وأن تعفو أقرب للتقوى، هذا ليس فيه شيء، فعل المضارع اتصلت به واو الجماعة، ولذلك تأتي الألف بعد واو الجماعة حتى تكون فارقة بين واو الجماعة وواو إيه؟ واو المفرد. يعني لو قلت عفا يعفو، هل تضع ألف بعد الواو؟ لا. ولكن لو قلت الرجال لم يعفو وأن تعفو، هنا الفعل المضارع مجزوم أو منصوب، ونحن قلنا إن النصب والجزم بعلامة واحدة وهي إيه؟
حذف النون. إذن عندنا واو الجماعة. ما الذي عرفنا أنها واو الجماعة؟ الألف. إذن الألف دي تسمى فارقة. ألف إيه؟ فارقة بين واو الجماعة وواو المفرد، يعني التي تكون لاما للكلمة. نعم يا سيدي. الباب السابع: الفعل المضارع المعقد الآخر، وهو ما آخره ألف فيخشى، أو ياء فيروي، أو واو فيدعو. تركنا شيئا. من أما إلا أن يعفون من الآية كذا من سورة البقرة. ثم أنت اقرأ كده ما قاله شيخنا محي الدين. ثم أنت إذا أسندت يكتب إلى نون النسوة قلت يكتبنا. فتسكن. فتسكن آخر الفعل وتلحق به نون النسوة. إذن يكتب ن فعل مضارع مبني على ايه؟ على السكون لاتصاله بايه؟ بنون النسوة. ونظير ذلك يعفو، فانك حين تسنده الى هذه النون تقول النسوة يعفونا، فتسكن الواو التي هي باب الكلم باب الفعل وتلحق به نون النسوة. وإذا أسندت يكتب إلى واو الجماعة قلت الرجال يكتبون، فتزيد واو الجماعة ونون الرفع. فإذا أسندت يعفو إلى واو الجماعة قلت الرجال يعفون، وأصله يعفوون لواوين أولاهما مذمومة وثانيتهما ساكنة ونون الرفع على مثال يكتبون. ولكن الواو التي هي اللام يستثقل عليها الضم فتحذفها. هذه الضمة تحذف. هذه الضمة فتحذف هذه الضمة فيجتمع واوان ساكنان فيحذف أولاهما أولهما فيحذف أولهما. والفرق بين قولك الرجال يعفون وقولك النساء يعفون من أربعة أوجه. يأتي واحد من أهل العلم ويريد أن يرى فيك العلم، يقول لك يعني لو قلت يعفون معربة أم مبنية؟ أنت عليك أن تسأله، تقول هل هذا الفعل للرجال أم للنساء؟ للرجال تقول الرجال يعفون والواو للجماعة، لو للنساء تقول النساء يعفون والواو هي لام الكلمة والنون التي معنى النون إيه؟ النسوة. إذن النون تختلف والواو تختلف، ولذلك سيجعل بين الفعل من جهتيه فوارق، ولذلك قال من أربعة أوجه. نعم. الأول أن باب الكلمة محذوفة في العبارة الأولى. العبارة الأولى الرجال يعفون حذفت منها إيه؟ الواو وهي لام الكلمة. نعم. لعلة تصريفية يحفظ ذلك، وهي إرادة التقدس من التقاء الساكنين. وموجودة في العبارة الثانية، يعني والواو موجودة في العبارة الثانية. ما العبارة الثانية؟ النساء يعفون. نعم. والوجه الثاني أن النون في العبارة الأولى علامة الرفع كالضمة. يعني الرجال يعفون النون هنا علامة الرفع. نعم. وهي في العبارة الثانية ضمير جمع الإناث وهي الفاعل. طبعا النون في قولك النساء يعفون نون الإيه؟ النسوة وهي الفاعل. نعم. والوجه الثالث
العبارة الأولى كلمة مستقلة وهي ضمير جمع الذكور. الرجال يعفون، الواو الموجودة هي واو الجمع، إذن هي كلمة برأسها. وهي في العبارة الثانية جزء من الكلمة هي نامها. النساء يعفون، فالواو هنا حرف من الكلمة وليس كلمة. والوجه الرابع وهو أثر الوجه الثاني أن النون في العبارة الأولى تسقط إذا نصب الفعل أو جزم. طبعا، لأن النون إذا كانت نون الرفع إذن عند النصب والجزم أين تذهب النون؟ تحذف. نعم، لأنها علامة الرفع وهي في العبارة الثانية لا تسقط إذا دخل على الفعل ناصب أو جازم، لأنها الفاعل والفاعل لا يحذف. يعني النساء يعفون، فنون النسوة هنا هي الفاعل، هل الفاعل يحذف؟ ولذلك تقول النساء لن يعفون والنساء لم يعفون. لماذا لم تحذف النون؟ لأن النون هي الفاعل، والفعل هنا مبني على السكون لاتصاله بإيه؟ بنون النسوة، مبني على السكون لاتصاله بإيه؟ بنون النسوة. نعم يا سيدي. الباب السابع الفعل المضارع المعتل الآخر وهو ما آخره ألف كيخشى أو ياء كيروي أو واو كيدعو، فإن جزمهن بحق الآخر. وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فأول حكم أن هذه الأواخر في الفعل المضارع تحذف عند الجزم. تحذف عند إيه؟ تقول يخشى، يرمي، يدعو، وعند الجزم تقول لم يخشى، لم يرمي، لم يدعو. إذن أنت حكمت على الفعل بالجزم وآخره معتل، علامة الجزم حذف حرف العلة. حذف إيه؟ حرف العلة. الحمد لله. فأما قوله ألم يأتك والأنباء تلهي بما ناقت نبول بني زياد، هذا البيت أول مقطوعة لقيس بن زهير العبسي. اقرأ كده. هذا البيت أول مقطوعة لقيس بن زهير ابن جزيمة ابن جزيمة العبسي. نعم. وكان قد نشأت بينه وبين الربيع بن زياد العبسي شحناء، وذلك أن قيسا كان عنده زرع فساومه فيها الربيع. يعني أراد أن يأخذه منه بالثمن. ثم اهتبل الربيع فرصة وأخذ درع قيس، ثم انطلق يعدو به فرسه ثم انطلق يعدو به فرسه، فتعرض قيس بن زهير لأم الربيع وهي فاطمة بنت الخرشبي الأنمارية. نعم، المنجبات، يعني التي تنجب أولادا كثيرين. أن يأسرها. ثم عزل عن ذلك واستاق نعم بني زياد، يعني أخذ الإبل والبقر والغنم وقدم بها مكة. فقدم بها
هكذا فباعها من عبد الله بن جدعان التيمي معاوية. أظن هي ابن جدعان. فباعها من عبد الله بن جدعان التيمي معاودة بأدراع وأسياب. وبعد بيت المستشهد به قوله: ومحبسها على القرشي تشرى بأدراع وأسياف حداد، كما لاقيت من حمد بن بدر وإخوته على ذات الحصاد، هم فخروا علي بغير فخر وردوا دون غايته جوادي. وكنت إذا منيت بخصم سوق دلفت له في داهية نهادي. يا سلام. هو الشاهد في قوله ألم يأتيك، قياس إيه؟ ألم يأتك. ولذلك عندك في الشاهد سيقول مثل هذا الكلام. أسلم فيه. تفضل يا سيدي. الله أكبر. الله أكبر. التامة النافعة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فضل سيدي. الشاهد فيه قوله ألم يأتيك، وقبل أن أبين لك وجه الاستشهاد بهذه العبارة لا أن أذكر لك أمرين على وجه التمجيد لهذه المسألة حتى يكون الأمر واضحا غاية في الحضور. نعم. أما الأمر الأول فحاسبه أن الفعل المضارع إما أن يكون صحيح الآخر مثل يضرب ويأتب ويفتح، وإما أن يكون معتاد الآخر مثل يبني ويرمو ويرضى.
فإن كان الفعل مضارع صحيح الآخر فإنه يلزم بسكون آخره، فتقول لم يضرب ولم يكتب ولم يفتح. ولماذا يعني أتى بالأمثلة الثلاثة؟ لأن الفعل المضارع إما أن يكون مفتوح العين لم يكتب، وإما أن يكون مفتوح العين لم يفتح، مكسور العين لم يضرب، مضموم العين لم يكتب. يعني أراد أن يقول إذا كان الفعل المضارع صحيح الآخر فإنه يجزم بالسكون، وأما عين الفعل المضارع فتأتي مرة مفتوحة مكسورة مضمومة. والعين هنا لا نتكلم فيها لأنها في فعل صحيح، صحيح من أوله إلى آخره، إذن تظهر عليه علامة الإعراب وهي السكون على الحرف الأخير. نعم، هذا إذا كان صحيح الآخر. نعم، حذف حذفت هذه الحركة. لأن حرف العلة ليست عليه حركة فهو بذاته يحذف. إذن أنت تحذف الحركة وتأتي بالسكون، وذلك على الحرف الصحيح الذي يكون في آخر الفعل. أما إذا كان آخر الفعل حرفا معتلا ماذا تفعل؟ فإنه يجزم بحذف حرف العلة. نعم، يجد على الحرف حركة ظاهرة يحذفها، فإنه يحذف الحرف نفسه. يعني هو يحذف الحركة. طب إذا لم يجد الحركة وجد حرف العلة، حرف العلة تقدر عليه الحركة، فإن الحرف هو الذي يحذف. إذن الجزم دائما مهمته الحذف، إن وجد حركة حذفها فسكن الحرف، وإن لم يجد حركة لأن الحرف الذي في آخر المضارع عليل فإنه يحذف الحرف نفسه. تقول لم يدعو، لم يرمي، لم يخشى، وهكذا. نعم، وأما الأمر الثاني فحاسبه أن هذه العبارة العبارة يعني ألم يأتيك، والأنباء تنمي، تروى على عدة أوجه. فتروى على الوجه الذي رواه المؤلف عليه، وتروى على وجه الثاني وهو ألم يأتيك والأنباء تنمي. إذن جاءت على القاعدة، حذف الحرف العليل من آخر الفعل المضارع. من غير ياء، وهذه رواية رواه الترمذي، وتروى على وجه ثالث وهو وهل أتاك والأنباء تنمي، وهي رواية الأصمعي. والأصمعي كان راويا، يعني لم يروي الشيء هكذا وإنما رواه وراجع الرواية. وهل أتاك والأنباء تنمي. نعم، فإذا علمت هذا كله فاعلم أولا أنه لا شاهد في البيت على رواية ابن جني ولا على رواية الأصمعي، لأن العبارة جارية على اللفظ الفصيح المستعمل للدراية في كلام العرب، وهو ما طلبناه في التمهيد بذلك الكلام. فأما على رواية أكثر المحاكي على كل حال، يعني هذا كلام يطول.
ونسأل الله عز وجل الوصول. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والبركة والإمداد.